داخل الأصعدة، محملة وزارة التربية المسؤولية الكاملة عن إضراب الأساتذة يومي 22 و23 من جانفي الجاري، وعن كل التحركات النضالية التي ستلي هذا الموعد وفق نص البيان. وكانت وزارة التربية أصدرت أمس بلاغا عبرت فيه عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق مع النقابة العامة للتعليم الثانوي من شأنه إلغاء هذا الإضراب. وللمزيد حول هذا الموضوع يحضر معنا في الاستوديو السيد عبد اللطيف عبيد وزير التربية. السيد الوزير، نقابة التعليم الثانوي تعتبر أن الوزارة تراجعت عن الاتفاقات المبرمة معها وكذلك عما تم التوصل إليه في المفاوضات في جلسات سابقة. شكرا، هذا غير صحيح تماما. الوزارة تجاوبت إلى حد كبير جدا مع مطالب النقابة، واستجابتها هذه تقدر كلفتها المالية بحوالي 65 مليون دينار، فالوزارة وافقت على مضاعفة منحة مستلزمات العودة المدرسية وعلى تخفيض ساعات العمل، بحيث الأستاذ اللي قرأ 25 عام يولي قرأ 15 ساعة، واللي قرأ 20 عام يولي قرأ 16 ساعة، ووافقت على التقاعد في سن 55 مع تطبيق ما ينطبق على المعلمين على الأساتذة، ووافقت على الزيادة في منح الجامعية بنسبة 20%، يعني بزيادة 200 منحة إلى غير ذلك. نعم. من الأمور إذن أين الخلاف يعني؟ الخلاف يتعلق بنقطتين. النقابة تطالب بمنحة جديدة هي منحة مشقة المنها مشقة المهنة بزيادة شهرية ب 150 دينار، وهذه زيادة كبيرة جدا وتقدر كلفتها بالنسبة إلى ميزانية الدولة 141 مليون دينار، لأنها 150 دينار في الشهر بالنسبة إلى 81 ألف أستاذ. النقطة الخلاف الثانية الأساسية تتعلق بمضاعفة القيمة المالية للترقية المهنية الأستاذ كي يترقى من أستاذ إلى أستاذ أول وإلى غير ذلك، فهناك مبلغ مالي هي النقابة تطالب بمضاعفته، وهذا كلفته ب 70 مليون دينار. نعم. بحيث النقطتين هذوما يتكلفوا على الدولة 241 مليون دينار، وهذا يعني 1% من ميزانية الدولة، وهو ما يكفي لتشغيل 16,000 أستاذ أو 20,000 معلم أو ما يماثله من الرتب. نعم. نحن نعتبر إضراب النقابة غير مبرر، ونعتبره مثل خسارة كبيرة بالنسبة لأبنائنا. نحن عندنا مليون تلميذ في الإعدادي. نعم، يعني كيف الثانوي. تقف الوزارة واليومين. أمام هذا القرار؟ نحن يعني مع الأسف سنضطر إلى خصم الأجر بالنسبة إلى هذين اليومين، وهذا من واجب الدولة أنها تخصم اليومين هذا، وكلفنا المندوبين الجهوي بطبيعة الحال ليتصلوا بالمديرين الإعداديات والمعاهد الثانوية ليقوموا بالإجراءات من أجل هذا الخصم. نحن مش هذه هي الهدف، احنا نحب نمكنوا بقدر المستطاع المربين من تحسين وضعياتهم، لكن في حدود ما تسمح به ميزانية الدولة، وما استجبنا له هو في حد ذاته كبير، ونحن أردنا أن تبقى الأبواب مفتوحة. نعم. للمستقبل يعني سيد لكن الوزير... هو ما رفضته. نعم. النقابة. نعم. سيد الوزير، ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف السيد الأسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة لأساتذة التعليم الثانوي. سيد الأسعد، لماذا أصبح التوتر يسيطر على العلاقة بين النقابة ووزارة التربية؟ هو التوتر السبب بتاعه هو السيد وزير التربية الساري اللي قدم في الخطاب هذا، الخطاب المغلوط والخطاب التضليلي والخطاب اللي فيه برشا تشويه. أنا عندي يعني زوج ملاحظات. أولا نحب نقول للسيد الوزير لا حق لك في الحديث عن الخصم، لأن الموضوع هذا أحيل بمقتضى الاتفاق مع نقابة التعليم الأساسي إلى المفاوضات بين الحكومة والاتحاد، ولا حق لك في الحديث عن الخصم، ولا حق لك في الاتخاذ أي إجراء قبل بته مع الاتحاد والحكومة في موضوع الخصم في الإضرابات. اثنين، كثير من المغالطات يقدم فيها السيد وزير التربية، وللأسف الشديد يعني كان يفترض أن يكون يعني ألم يتم الاتفاق على جملة النقاط التي تم ذكرها؟ طبعا قدم جملة المغالطات بعجالة. أولا وزارة التربية تتحدث على أنها وافقت على ترقيص ساعة العمل، هذا افتراء، لم يقدم لنا هذا الاقتراح في جلسة المفاوضات. كل ما قدمت وزارة التربية هو أن الوزارة أعادت مشروع أمر سيعرض لاحقا على مجلس الوزراء، والحال أنه احنا عملنا اتفاقيات سابقة في هذا
والتزمت وزارة التربية بتطبيقها، وأيضا يتحدث عن التقاعد 55 سنة و 35 سنة، ومطلب المدرسين هو 35 و30، لأنه 55 سنة و 35 سنة عمل لا يمكن أن يطبق على أي مدرس في التعليم الثانوي، باعتبار أنه الامتداد يكون في سن متقدم المدرسين. مستحيل على أي مدرس أن يكون حصل 55 سنة 35 سنة عمل مع 55 سنة معناها 55 سنة سن. نعم. ثم أن السيد وزير التربية يقول احنا وافقنا على عملية الامتداد على عملية مضاعفة منحة مشقة المهنة هي 6 دنانير في الشهر، وأنا نحب نسأل السيد وزير التربية ليس لديك نفس الصلاحيات التي لدى وزير التعليم العالي عندما أعطى لزملائنا ونظرائنا في التعليم العالي منحة تتراوح ما بين 140 دينار في الشهر و 220 دينار في الشهر. نعم سيد الوزير، يعني بماذا ترد سيد لسعد؟ سيد لسعد اسمح لنا سيد لسعد نفسه. نعم اسمح لنا فقط، يعني الوزارة موافقة على سيد لسعد اسمح لنا يعني بتقديم الرد، موافقة يعني وتقول هذا أمام الملأ، موافقة على تخفيض ساعات التدريس بالنسبة للي خدم 20 عام تولي 16 في عوض 18، واللي خدم 25 في عوض 18 تولي 15، لكن يعني ساعة نقص في سبتمبر في 13 وساعة أخرى في 2014 وساعة أخرى الأخيرة بالنسبة اللي خدموا 20 عام في سبتمبر 2015، بحيث في سبتمبر 2015 يولي اللي خدم 25 ساعة 25 نعم. عام نعم. عنده 15 ساعة تدريس. كل التقاعد نفس الشيء، نحن مرتبطون بقانون الوظيفة العمومية وبما هو مطبق في الأسلاك الأخرى، وليس لنا قانون خاص نطبقه بالنسبة لهذا السلكي أو ذاك. نعم. بالنسبة للمنح الجامعية وفقنا يعني على الزيادة نعم فيها نعم يعني منها. كل هذه النقاط يعني أعلنها أمام الملأ وهي باسم الحكومة. إذا نعم هناك نقطة لم نتفق عليهما تماما لكبر ولذخامة المبلغ، وهما مضاعفة القيمة المالية نعم للتقاعد المهنية ومنحة مشقة به، ولكننا لم نغلق باب التفاوض. وصلت الفكرة ومجمل الردود على مختلف النقاط التي تم تقديمها السيد عبد اللطيف عبيد وزير التربية، شكرا لك.